يا ليت اهلين وسهلين يا ابو شوكر. اهلين عمي. اخي انا معك. المرأة ما بتنعطى وش بنوب، والشدة معها ضرورية. هذا يا سيدي جدي الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش. أبوه لعمي أبو صالح الله يرحمه. الله يرحمه. لتعيش. أنت ما بتوعى بحياته ما ابتسم بوش ستي. وأبي الله يرحمه. الله يرحمه. لتعيش. حكى لي إنه ستي بحياته ما اطلعت بوشه لجدي إلا وهو متلقح على السحلية. معقولة؟ لكن معقولة. فيا سيدي إذا بدك تعمل رجال لازم تكون قاطع، يعني مثل حد السيف حد. والله يا عمي أبو كامل إذا بحكي لك على الأخذ والعطاء اللي بيصير بين لطفية وضرتها بتقلي شلون متحملهم لهلا؟ قديش نفسك طويل؟ بس شو بدي ساوي؟ مضطر أكسر على أنفي بصلة واتحملهم بس لأنه لطفية بتقربك ولأنه ضرتها من عيلة طيبة. أخي اللي بده يرتاح بيعمل الشي اللي بده إياه، يعني بيغني الموال اللي براسه وما بيروح وبيدبك على مواويل الناس التانية. والله بيجن بزهرة شبابه. وأنا هذا اللي ناوي ساويه. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. ناوي طقق التنتين واتجوز الثالثة. يا عيني عليك، هذا الكلام عين العقل، وأنا أول واحد بشد على إيدك وببارك لك. غريبة. ليش غريبة؟ يا سيدي لو كانت لطفية بنتي اللزم كنت قلت لك يا أبو شوكات أنت حر بالتصرف اللي بدك يا، ما معقولة. خليها تتربى وتعرف أن الله حق. يا عيني عليك يا عمي أبو كامل، أنت ليش بتعجبني؟ لأنك بتفهمها على الطاير. ما قلت لي في وحدة معينة براسك؟ بلى، واليوم حكيت فيها. بدها يتزوج؟